هذا البرنامج برعاية رامي. رامي جودة تستحق الثقة. Noté, assez pour qu'en santé, mais d'un coup sérieux, faut pas t'absenter. Il t'habite, t'en t'as ta carrière, malgré manque de moyens, volonté de casser les barrières. Roi réalité, multidiscipline, que l'ouest de fion, fia fum, fia respect, bille les athlètes, faut que papi ou la ferring. Après le mondial, bâche de la route, haka, kahla, me coûte. Parmarès, t'es les champions. شارس كبير تلف الإعلام فوق البوديوم كل يوم كل حتى أنت نقدر تكون هكذا هيا تفضل نمشي على درب الأبطال. مساء الخير جمهورنا الرياضي ومساء الخير كل متتبعي برنامجكم الأسبوعي لحصتكم الرياضية درب الأبطال. الرياضي اختصاص اليوم هم محاربين لأنه تحدوا الإعاقة تاعهم وعملوا المستحيل من أجل تشريف الجزائر في أكبر المحافل الدولية. ما نطولش عليكم يلا نكتشفوا كل هذا باحترام. تعتبر رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة رياضة للترفيه عن النفس وطريقة لإعادة تأهيل ممارسيها، فبعد الحرب العالمية الثانية التي خلفت عدداً كبيراً من المعطوبين بمختلف درجات وأنواع الإصابات، كانت تعتبر هواية معروفة فقط بين المعاقين، إلا أنه بمرور الوقت تم تأسيس الاتحاد الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة وتحولت إلى رياضة تنافسية أسست لها اتحادات عالمية. كما انضم جيد ذوي الاحتياجات الخاصة للرياضات الشبه الأولمبية خلال دورة سيول لتشهد إقبالاً كبيراً في شبه أولمبياد أثينا 2004 بمشاركة 120 رياضي في 13 فئة. الممارسون المكفوفين وضعفاء البصر الأشخاص الذين يعانون من إعاقات وظيفية. التصنيف فئة B1 لا تلمح الضوء في العين ولا تشعر به، كما لا تملك القدرة الكافية على التعرف على شكل اليد من أي مسافة أو أي اتجاه قادمة. B2 لديها القدرة على التعرف على شكل اليد. B3 القدرة البصرية أقل من 5 درجات. محلياً أنشئت الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة عام 1978، أما بطولة جيدو للمعاقين فأجريت سنة 1994، وعدد المنخرطين هو 150 يمثلون 13 رابطة جهوية. سر النجاح في الرياضة أنك تتحدى الصعاب للوصول إلى أعلى المستويات، وهذا ما ينطبق على بطلة اليوم التي عملت المستحيل من أجل تشريف الراية الوطنية وتعتبر حالياً هي أمل الجيدو الجزائري. ما نطولش عليكم يلا نكتشفوا كل هذا عبر البورتري. شيرين عبداللوي مصارعة تعد بتنوير تاريخ سيدات جيدو ضعفاء البصر. أبرز إنجازاتها لقب البطولة الوطنية 2013، 2014 و2015، فضية بطولة العالم مستويات 2013، وذهبية دورة فرنسا المفتوحة 2014، وبرونزية بطولة العالم كبريات 2014 بأمريكا. رغم بلوغها 16 سنة فقط عام 2014، إلا أنها لم تجد صعوبة في الوقوف على البوديوم الدولي في فئة الكبريات لأقل من 52 كيلوغرام. إنها بطلة التحدي مصارعة الجيدو لذوي الاحتياجات الخاصة شيرين عبداللوي. المصارعة التي تشعرك وأنت تحضر تدريباتها اليومية تشعرك بالعزيمة الكبيرة التي تحل بها من أجل تحقيق الانتصارات رغم صعوبة الحصص العملية التي تقوم بها، فهي تتطلب تقنيات عالية ومجهودات بدنية كبيرة فضلاً على تداخل خصوصيات تدريب فئة ضعفاء البصر. بون الطفلة دي عندها بون كاليتي، عندها كما نقولوا عندها
المستقبل إن شاء الله خير إن شاء الله. وكأي شابة 29 عبداللاوي لتحقيق نتائج جيدة على المستوى الدراسي رغم صعوبة المأمورية بالنظر لالتحاقها المتكرر بتحضيرات ومنافسات المنتخب الوطني مما يجعلها تضعف من مجهودتها من حيث المراجعة وحفظ الدروس. رعاية خاصة تحظى بها شيرين في كنف العائلة التي تحرص على الترويح عليها بشتى الطرق منها الخروج إلى التنزه وتبادل أطراف الحديث. تمنى لها إن شاء الله بطلة أولمبياد في 2016 وتمنى لها بطلة العالم على حوالي 3 شهور هذه، نتمناها لها من كل قلبي ونتمنى لها تاني توفق في دراستها وتجيب يعني وتولي تقرب ثانوية، ما هذاك من فضل ربي إن شاء الله يعاوننا به أولا. كما تجد المصارعة البطلة ظلتها خلال ممارستها لهوايتها المفضلة وهي ركوب الخيل، سيما وأن الخيول يرعاها الشقيق الأكبر. ممارسة هواية ركوب الخيل قد تخرج شيرين من الدوجو، لكن تفكيرها يبقى دوما هناك ويبقى في مخيلتها سؤال واحد، كيف تتمكن شيرين عبداللاوي من كتابة اسمها بأحرف من ذهب في كبرى المنافسات الدولية؟ الخير شيرين ومرحبا بك في الحصه الرياضيه لدرب الابطال اونفا، حكمناك باش نجوزك في الحصه ديالنا. عطيك الصح بلا مزيتنا شيرين. احنا قالوا لنا كي كنتي صغيره تحبي تضربي، ما تحبي تلعبي بالبوبيات، ما تحبي تلعبي باللي كولر، ما تحبي تشوفي صوت، تحبي غير تضربي. شكون اللي دخلك الجيدو في راسك؟ لا صح نحب نلعب بزاف، يعني فلاس بوبيات كنت نحب نلعب نضرب، شغل هذه كانت هوايتي، كنت نحب نضرب بزاف. جيت دخلوا لي يوسف رجع يجي ليك ولا يقرا، كي جاي يقرا شفناه بلي هو تاني يدير جيدو صح، من بعد دينا من داك في غازون يدير لهم لي تكنيك ديك تقرا في ليكول تاع العاشر. اه العاشر اها، ايبا قعد يورنا لي تكنيك، شفنا بلي نرفدوا لي تكنيك نتعلموهم بالاخر. قال الشيخ ويتر كان عنده 15، قال له يا شيخ، قال له كنت راح ليكول تاع العاشر، قال له لا غير كان بزاف لي زاتلت ملاح، قالوا يتعلموا جيدو صح، قالوا كانت راح تمك تعاونهم وتنطرينهم زوج خطرات في السمانه. الشيخ ويدير بالمناسبه نحيوه اللي كان حاكم المنتخب الوطني لذوي الاحتياجات الخاصه. صح. شحال كان في عمرك شيرين كي بديتي جيدو انت؟ 13 ونص. بصح انا قالوا لنا بلي درك راه ديريكتيس تاعك ما قالك بلي اكيد تابسونتي بزاف ما كاينش قاعد راح تقرا. لا غالب لازم بريباري باسكو عندي انا يا اوبجيكتيف ان شاء الله نطلع العلم تاع الجزائر ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله بوديوم برومي ان شاء الله. طلعتيه الله يبارك، راه في عمرك 16 سنه عندك زوج خطرات في نائبه بطله العالم يعني في الجينيور وفي السينيور، ولكن حكاو لنا بلي في البريباراسيون تاعك كما كان خونا واللي دائما يعاونك في الكومبيتيسيون بالمناسبه نحيوه نورا مولود، انك مام في البريباراسيون تاعك واللي في كيف في الكومبيتيسيون تاعك على المستوى الافريقي ولا على المستوى العربي راكي ديري مع لي فاليد. ما راكيش ديري مع ذوي الاحتياجات الخاصه. معاهم باش كي بريباري معاهم نقدر مام مستوى تاع الاون دي سبور، يعني كيما حنايا دوك نشوفوا هكذايا مام هما يشوفوا صح. لازم بريباري باسكو كي تخدم مع نيفو يكون طالع عليك تقدر تدي من عندهم بزاف. انت يا لي شامبيون دالجيري تاعك ولا لي شامبيون دافريك اللي درتيهم كاع مع لي فاليد وشامبيون دي موند ديري مع ذوي الاحتياجات الخاصه، باسكو البنات ما كاش بزاف، ما البنات ما كاش كاع في الجزائر هنا صح، يعني وحده بالك وحده زوج ما كاش بزاف. ما تقدرش تي شامبيون دالجيري ديجي من داك مرحله شامبيون دالجيري ما ندخلش كاع، ندخل نصالي ونخرج نديها برومي. صح راكي تشوفي على بها ذوي الاحتياجات الخاصه جيدو الجزائر تاع ذوي الاحتياجات الخاصه مسيطر على المحافل الدوليه لانكم انتم تدربوا مع لي فاليد، هذا هو السر. السر في هذه والسر ثاني كي تونطريني بزاف كي تتعب تعيا وثاني القلب هو اللي يخليك تونطريني تعيا. القلب احكي لي عليها تاع القلب، كيفاش القلب؟ دير القلب
تشوف باللي زعما كاين حصالات ما كاينش الصال الشتاء تروحي تجري تروح. ما تراطيش لي زونطريمون لازم ما تراطيش صح لازم تروح تونطريني باسكو كي تفكر باللي الناس داروا في كونفيونس تكون في لي راسو دارت في كونفيونس باش تروح عند الدار شامبيون دي موند انت دير هذيك اوبجيكتيف غير في راسك الناس دارت في كونفيونس لازم هذيك كونفيونس ما تخدمش فيها لازم تكون قد هذيك صح درك الاوبجيكتيف تاعك الاولاني وشنو هو ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله برومي بالتوفيق ان شاء الله لا بريسيون تاعك علاش تروحي عند نورا مولود واش تحكي له واش تقولي له واش ينقص لك هو ينحلي هذاك الخوف قال لي ما كاين والو بيني لهم بلي كي تخدمي يعني بيني لهم بلي تقدري هذيك التفاهمه اذا ما ربحتيهاش تقدري تربحيها نورمال فاصل ما تقدري تربحيها سقسيك حاجه وراكي حابه توصلي بجيدو لا غير راني حابه نوصل بجيدو نطلع علام تاع التاير اها هذه حاجه الاولى كاع وان شاء الله كيما المينيستر وداروا فيها كونفيونس راهم يعاونوا فيا الماكسيمو ان شاء الله نرد لهم بميداي دور ان شاء الله برومي في لي جو مونديو هذا تاع 2015 وفي تاع 2016 العاب اولمبيه ان شاء الله نرد لهم خير تاعهم بميداي دور صح بكل صراحه اعطيني الريزلت تاعك في 2016 باش المشاهدين اللي يشوفوا فينا يكونوا متفائلين من جهتك ريحينا انا يا ان شاء الله يا ربي انا اوكرانيا خسرت معاها راني دايره القلب باش نعاود نربحها وان شاء الله برومي واحد ما يديها توعدينا انه الالعاب الاولمبيه اللي راه جايه تكون برومي لا راني نوريني عليها ونتعب عليها وان شاء الله برومي وما كاش كيفها مراتي تقرا قرايتي وما نديش برومي ما كاش لا كيفها. لا قرايه لا مازمش تراتي انا ماشي قرايه دوكا يعني كنت صح نوريني بزاف بعد هدرت معاهم في ايكيب ناسيونال قلت لهم لازم ندخل معاكم ستاج غير تاع اللي كنكون رايحه ليترونجي ندخل معاكم بصح لي ستاج اللي راني نديرهم هنايا ما راحش نديبلاسي فيهم ليترونجي ما نقدرش ندخل معاكم لازم شويه قرايه شويه سبور باش ندي ديبلوم منه ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله صح الوالدين العزاز واش قدموا لك في الرياضه تاعك ولدي يعطيهم الصحه والله غير ما ننساش خيرهم والله غير نحبهم بزاف ووقفوا معايا عاونوني بزاف وداروا عليا البوسيبل باش نلحق لهاد لو كان ماشي هما كابر انا ما نلحقش كابر انا مانيش كاع مريحه معاك ومانيش كاع ما طلعتش بوديوم فيري وقفوا معايا ولدي يعطيهم الصحه وما نسلمش خيرهم في الدنيا كاع حاجه ان شاء الله نرجع حالهم نخرجهم انا من هاد الغرقه وان شاء الله ندير بوسيبل على جالهم ولي ميداي اللي درتهم كاع درتهم لهم ليهم هما ماشي ليا انا درتهم صح انت كرياضه انت كرياضيه الله يباركك بطله متالقه دركا يعني خمي معايا شويه اللور برك كي كنتي ما يعرفك حتى واحد كنتي مازال بديتيش واش كنتي تشوفي البوديوم هذا تاع شامبيونات دي مونت العاب اولمبيه والله نكذب كنت في الصيف هكذا كي نقعد ما كنتي تيماجيني ان جور تولي شامبيون دي مونت جامي درتها في راسي صح انت لاعبك قال لي زاتليت توجور يشوفوا زعما يبداو بالعقل شامبيون دالجيري شامبيون ولايه ريجيونال شامبيون دالجيري من بعد افريك العرب وكذا بصح انت الله يبارك في ثلاث سنين ولا اربعه قدرتي تولي نائبه بطله العالم انا ما فهمتش واش درتي والله غير خويا نقول لك كيفاه دوك كي تونطريني وتعلق صح تعلق وتعيا على هذاك لونطريم وتسوفري في الشتاء والبرد تروح تسوفري بعد انت يعني ربي اللي يقدر لي باش نكون هكذا صح والله ربي سبحانه حبني نافونسي حبني جو موهبه ثاني يعني موهبه ما عندك موهبه انت موهبه في جيب وش خويا يدير يعطيه الصحه هو اللي نماها لي واللي زاد كملها لي الشيخ جمال والشيخ رزقي ما ننساش والشيخ مسعود ثاني ما ننساش هما اللي راهم فري عاونوا فيا وواقفين معايا في هذه اللحظه يعني ما لقيت لا بريس وكاع واش كاين هما اللي واقفين معايا وينحوا عليا شويه صح شيرين جيدو ذوي الاحتياجات الخاصه بوكو بليس كوتي تاع البنات واش لازم لكم باش المستوى يطلع لازم لونترينور يديبلاسي بزاف لازم كيما حنا ايكيب ناسيونال تاعنا هذه تاع اندي سبور لازم في الولايات كاع اشاك كومبيتيسيون يديروها في ولايه باش يعرفوا باش ينشروا كاع باش كاع الغاشي تعرف تسمع به باش انت حابه تقولي بلي نيمبورت واحد يسكن في الجزائر لي 48 ولايه من حقهم هذو اللي ما يشوفوش مليح ولا عندهم اعاقه ولا شبه ولا مش عارف كيفاش تخدموا نتوما عندهم الحق انهم يمارسوا جيدو ولا يمارسوا رياضه من الرياضات عندهم الحق
كاين اللي عندهم اعاقه يقول لك سيبو انا ما نشوفش خلاص نصبر نهار اللي تجي موتي تجي، بصح لا لازم الناس ما تخممش هكا. دوكا ربي سبحانه يغلق لك باب يفتح لك باب، نحالك عينك بصح هو عطاك حفسه واحده اخرى. صاي ماجينيتي من القدم ان شاء الله تولي بطله اولمبيه ويعيطوا لك الدوله الجزائريه بشتى مؤسساتها وحيكرموك وتولي ستار يعطوك دار يعطوك كذا، واش تحسي؟ نحس بلي حققت الحلم تاعي وحققت الحلم تاع الوالدين تاوعي. اها. اللي ربي يشدهم لي. ان شاء الله. ونحس بلي انا الجزائر درت لها حاجه. نحس بلي انا في هذا المجتمع فدت في حاجه. انا نقول لك اللي هذه بلادنا وبلادنا بلا بينا بيبني حتى واحد. انت في الجيدو واحد اخر في الكاراتي واحد في البوكس واحد في كذا، هكذا باش علام تاع الجزائر القرايه الوطنيه تقعد توجور في اكبر المحافل الدوليه. شيرين ان شاء الله يتحقق الغاف تاعك يتحقق الحلم تاعك. لي جان اللي يشوفوا فينا دركا سواء اللي يديروا سبور اللي ما يديروا سبور ذوي الاعتياد ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عندهم اعاقه ربانيه، واش تقول لهم عبر الكاميرا تاعنا؟ انا نقول ذوي الاحتياجات الخاصه ما تحشموش بالإعاقة تاعكم وديروا سبور، باسكو أي واحد معاق بصريا أو حركيا عنده سبور تاعو، وإن شاء الله المجتمع الجزائري تاعنا ما يخليكمش تحسوا باللي عندكم إعاقة، واللي راهم ما عندهمش إعاقة إن شاء الله يكونوا يديروا سبور وسبور مليح للصحة ويطول في عمركم ان شاء الله يا ربي. كما قالت اختنا شيرين ماذا بين المجتمع الجزائري ما يخليش هذا الانسان المعاق حركيا ولا المعاق بصريا يخلوه يحس انه معوق، دمجوه مع المجتمع عاملوهم كما تعاملوا الاصحاء باش ان شاء الله هذو الناس هذو يبينوا بالقدرات تاعهم كما اختنا شيرين. مشاهدينا الكرام حابين تعرفوا على هذه الرياضه او على هذه البطله ما عليكم غير ديروا نجام عبر صفحه الفيسبوك اللي راهي تظهر اسفل الشاشه. اختي يعطيك الصحة مزيد من التألق ان شاء الله والنجاح وان شاء الله يتحقق الحلم تاعك ان شاء الله. يعطيك الصحة خويا. شيرين الله يبارك، انت بزاف جونتي وحماسيه وتحبي البلاد وحابه تولي بطله اولمبيه، ان شاء الله تحققي الوغف تاعك وتفرحي والديك ان شاء الله. يعطيكم الصحه ويعطيكم الصحه على ليميسيو تاع درب الابطال ونشكركم بزاف عليها. بلا مزيتنا انت بطله. مشاهدينا الكرام لحقنا علينا الحصه، يعطيكم الصحه اللي قعدتوا معنا، جيسبيركو عجبتكم حصه اليوم. حصه اليوم كانت رائعه لكنه كل فريق كل طاقم تاع درب الابطال عجبتهم الانفيتي تاع اليوم. يعطيكم الصحه برافو بزاف منالك ان شاء الله التالق من القدام. الوغ انتظرنا الاسبوع القادم مع رياضه واحده اخرى وبطل. نذكركم برك انت حتى انت تقدر تكون هكذا ان شاء الله. سلام باي باي. هذا البرنامج برعاية رامي. رامي جودة تستحق الثقة.